يقول 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 الحاج حمد يقول. نروحوا دروك للقضيه واحده اخرى على كل حال راني كنتب ونضروك دروك نروحوا لوزير التجاره هكا ما يقولكش الحاج حمد راه يخلط جماعه عندي تاع مشكرنا تبون دروك نروحوا لوزير التجاره. وزير التجاره سيدي ان شاء الله يبلغك الفيديو تاعي هذا قلتها ونعاودها ونجد نقولها ونعاودها. انت يا وزير التجاره على كل حال كنت نبغيك وكنت نعرف اسمك وضرو كيما نبغيك والله ما اسمك تلف لي والله لا اسمك تلف لي. انت لما جيت جديد كوزير انا واحد من الناس اعوذ بالله من قولت انا كفنان درت رسالتي الفنيه وقلت هذا الوزير جاي يخدم لازم نعاونوه ولازم ندعموه والفيديو كاين وروح لاباج تاعي روح لتحت كاع تلقى الفيديو هذا. لما جيتنا كيما نقول لك كيما عنتر شايل سيفو. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لخاوتنا لا 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 لازم يجري وين ما كانوا لازم يجري وين ما كانوا. شوف كاع البلدان كاع العالم نحيوهم كاع نحيوهم ربي يحفظهم ما شاء الله. قلنا يا وزير التجاره لما جيت جديد انا واحد من الناس من اللي دعموك وقلت هذا جاي يخدم. جيتنا كيما عند ربنا شدات شايل شيفك المضاربه ما مضاربه والاسعار المدعمه والحليب ما الحليب الحليب ما الحليب لا طف 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 طب ضربه واحده سكارة تاع حليب ما تسعش. قلنا معليش لازم نعاونوه رانا هنا بالعاني راهم يخلطوا له وما بغاوش وكذا وهذو عصابه وهذو كذا وهذو كذا. ها بنعمي اول حاجه اللي تمشيتها راحت لا اله الا محمد رسول الله. أول حاجة اللي تشيها دوك نهضروا على الزيت مثلا الزيت أو وزير التجارة بغيت نسقسيك هذا الزيت هذا الزيت زعما ما ينوش من الأرض خلينا المصنع يصنعوا وكذا خلينا أو دروك حنا دروك حنا كشعب ولا كمواطنين كزواولة أو دروك نظلوا غير مع الزيت ولا الزيت انقطع الزيت جا الزيت انقطع الزيت جا الزيت انقطع الزيت جا ولا هان على الشيطان أخ هان على الشيطان. هاو دروك نظلو معاك هاو دروك انت كوزير اش راك دير فهمني ما عندك دراسه هكذا ما تعرف السوق الا راه فيه كميه قاويه ولا قليله ولا الانتاج ما عندكش دراسات وما فهمتش والله ما فهمت. الا عندك دراسات وعلى بالك هذه كارثه ولا ما عندكش هذه الدراسات هذه كارثه اكثر منها هذه قالت لهم رقدوا كاع. هضروك انت وزير ولا غير طلع لك وليت وزير ما فهمتش والله العظيم بغيت تفهمني انا دروك هذوك المواطن هذا يضل غير مع الزيت ومع الحليب. شوف باش با خاوتنا الواحد يقول كلمه الحق هذا الازمه تاع الزيت وتاع السكر وتاع الاخر وتاع هذه من بكري حتى في وقت بوتفليقه الله يرحمه ويغفر له على كل حال حتى ذاك الوقت وصلت بصح ما صارت كيما هاك. حنا عندنا راه كيما الضمه بالخفض يدير الدين ازمه تاع الزيت بالخفض شوف هي ما راه كاين وبعد يقول لك راح ينقطع صح ينقطع كيما الدين بالخفض ضمه وياكل حبه زوج دخل دين هكا هكا راه صارينا مقابلين غير الزيت مقابلين غير الزيت. وانت دروك في بيروك في الوزاره اش راك دير اشكو عندك لهم يخدموا معاك ولا ما عندكش ولا كتخدم وحدك وبين طرح لك سؤال على المباشر راه وزير التجاره على المباشر. انت دروك في قرارات نفسك في راسك في راسك هنا في راسك هنا في المخ نتاعك في العقل نتاعك شو راه يقول لك راسك فهمني برك اجيت نقول على النواظر ما نفرش مليح هكا والله ماني فارز مليح معليش. انت دروك اش يقول لك راسك انت بينك وبين نفسك راك قانع بروحك باللي راك طايق على هذه الوزاره وراك تسير فيها مليح في ميزك في ميزك. الصوت الدخلاني الداخل تاعك اش راه يقول لك راه يقول لك انت صح راك جايبها راك قايم بها وكاع الا هذا الصوت راه يقول لك هكا الدخل راه يكذب عليك والله لا وزير التجارة والله الا داخلك هذا الصوت راه يقول لك بلي راك قايم بها وراك جايبها والله لا راه يكذب عليك ما ديرش عليه ما ديرش عليه قول له انت كذاب. والله هذا الصوت قول له انت كذاب لانه والله لا راك زابلها. النهار الاول دعمناك وقلنا على كل حال شي هذا الخيط فان اي تاع النواظر قلنا يا سيدي النهار الاول دعمناك قلنا ما عليناش نصبروا عينا صابرين الحاجه اللي نصبروا عليها تروح الحليب من نهار هدرت عليه مازال ما شفناش في 2005 3 مين وما لاش نصيبوه رايت مدعرف الحليب اللي هدرت عليه قلت يرجع 2005 واللي يدير كذا ندير له كذا قلنا صايي
ضربك الحليب اللي هدرت عليه اسمه محمد راه يتمد بالعرف. ها اللي ما عندوش العرف ما يديش الحليب. ها سقسي الزواب الاخر. هاينا ماكش عارف شارع صاري في 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 المواطن. انا نقول لك الزيت اللي تهضر عليه بالعرف بالعرف والرشوه وتبكر ويبعثوا لك في البريفي. قال لك واحد دار كيما في البكس بوك قال لك دار تصويره تاع تاع الزيته قال له شحال قال له ارواح بريفي السوم بريفي. وصلنا هذا الموصل واحنا وزير التجاره مع احترامي لمنصب الوزير على كل حال هاولي وصلتنا هاك وعلا زعما وزاره التجاره هذه فاتوا عليها عيطه بزاف وزاره ما كانش وزير صارت في وقته ازمه الزيت والحليب كيما في وقتك انت صارت ازمه وفاتت وحلوها صرعت في وقتهم صرعت ما نقولوش ما صرعت ما نقولوش الازمه جديده لا ما نكذبوش على الغاشي وما نكذبوش على الناس وما نكذبوش على التاريخ هذه الازمات بلادنا ملي تخليناهم هذه الازمات على كل حال بصح ما كانش وزير صارت عنده هذه الازمه الا ترى خطره وتنحل هو انت شحال من خطره معاه انت وصلت عنده الرايس ولا يدير اجتماع باه يهضر على الزيت هذوك الرايس يخدم خدمته تاع الدوله تاع الرايس ولا يخدم خدمتك ما فهمتش انايا هذه صار لك كيما المدير تاع المؤسسه يخدم خدمه الشيف سيرفيس الشيف سيرفيس ندخلو عرف يخدم له خدمته ذاك الشيف سيرفيس ما يعرفش يخدم المدير يخدم له خدمته بيكوفري هكذا الداريه هاو انت اش راك دير شوف وزير التجاره باش ما نطولش معاك على كل حال دوك الا تشاف روحك بلي راك طايق وذاك الصوت اللي راه داخلك يقول لك انت راك طايق وراك مسيرها مليح وقلت لك بلي راه كذب عليك خدم خدمتك هذا شكون هذا كدر شاوي ربي يحفظك ان شاء الله كي يسمو حقك رزي ما نقول دوك روس اسمعوا حنا نهضروا على الوزير ما نهضروش على الشخص رزي كرزي كشخص واحد نتقهوى ونعرضك العشاء تعرضني للفطور عادي بصح انا نهضر عليك كوزير كوزير لا خويا لا ماشي هاك لا اله الا الله محمد رسول الله المواطن راه يعاني هاو ضحكتوا علينا الجناس هاو ضحكتوا علينا الجناس كيف الجزائر وما ادراك ما الجزائر توصل وين تدير المصالحه الفلسطينيه والمواطن ما عندوش القرعه تاع زيت في دارو هاو لين على ابليس هاو ضحكتوا علينا الجناس هاو كان شوف دروك فرق ما بين مواطن يفرح بالمصالحة الفلسطينية والزيت عنده في الدار وواحد يفرح وما عندوش الزيت في الدار حاجة نقشاتو هما تخلوناش لاهين بهذا الأمور هذه التافهة هذه خلونا نبنو ذي البلاد سبحان الله هذوك نبقاو لاهين غير مع الزيت ومع الحليب ومع الدقيق ها قوم ولا ها روح أخ ها وش نبي نقول لك يا تخدم خدمتك يا نقول لك ها روح أخ ها روح الا ماكش طايق روح اسيدي راك مسامح هذه هي السيد الوزير واسمح لي طولت معاك على كل حال ولا كيما يقول لك كثرت الاخر يا خويا ولا زعف تزعف الا زعف تزعف كلمه الحق نقولوها الا شني انا راني مخسر وكش ما قلت لك حاجه زياده ولا عندك العداله سيدي هذا ما كان طلبني في الشرع يديروا لي بروسي ولا نطيح لك هذا ما كان هذه هي نتمنى ان شاء الله تدارك تدارك الهفوات بصح راك في سنوات ما تداركتهمش راك في سنوات ماشي لا سيد الوزير ماشي راك في سنوات ما تداركتهمش حاضر وكرا باينه ما بلا والله اعلك وصفك رائع وجميل الحاج احمد